مش بس لأنه معلم اتعود ينيم إفريقيا من المغرب، ولا بس لأن منتخب مصر قدم معاه أحلى كورة في تاريخنا، في أسباب تانية كمان بتميز حسن شحاتة عن باقي المرشحين لتدريب الفراعنة. أكترهم خبرة. التعامل مع النجوم آخر مشكلة ممكن تواجهه، إلا في حالة أو اتنين. يقدر يجمع الفريق على هدف واحد، بيعرف يكتشف النجوم، جريء، بيلعب كرة جميلة، ودي حاجة احنا محتاجينها قوي. بس زي ما في حاجات بترجح كفته، في كمان نقط مش في صالحه. التدريب بيحتاج استمرارية ومتابعة للجديد. أحياناً الجزء التاني من الفيلم بيكون في حلاوة الجزء الأولاني، وأحياناً بتشوف إن الجزء التاني لو مش متوفر ليه نفس المعطيات هتكون النتيجة عكس خالص اللي أي حد بيتمناه.